محمد إيهاب خبر ابيض. حضرتك قلت ان في فيلم منى زكي، بطولة منى زكي، تاليف احمد مراد، اخراج مروان حامد. هل ده الفيلم اللي هيتناول السيره الذاتيه لام كلثوم؟ ده يا خبر ابيض. طيب ما تسألوا بدوي ده، يعني ما تسألوني أنا، لكن اللي أعرفه هو الفيلم اللي يخص الست أم كلثوم. طيب في أعمال تانية هنشوفها بتتناول سيرة ذاتية لنجوم رحلوا؟ مبدئيا هو ده الفيلم اللي بيتكلم عن سيرة ذاتية، لسه ما عندناش خطة، يعني بندرس كذا حاجة بس ما مين هيكون معاها؟ الفيلم امتى يبتدي؟ وصلوا لحد فين في الكتابة؟ احنا لسه في مرحلة التحضير، يعني في الوقت المناسب هنعلم كويس عن كل التفاصيل. تمام، شكرا. محمد لطفي من المصراوي. بسأل حضرتك عن آلية الاختيار الأفلام المشاركة مرة تانية، لأن لاحظت كل الأفلام اللي هتنتج تقريبا كلها بلا استثناء نجوم، سواء في التمثيل أو في التأليف أو في الإخراج. أين موقع الشباب من الموضوع؟ يعني في شباب ناشئ وعنده أفكار كويسة جدا ممكن يطلع منها يعني شغل كبير جدا. ممتاز. هل هيكون في مثلا مسابقة ليهم مثلا أو طريقة تقديم معينة أو كده؟ لأنه أغلب الشباب ده ما عندوش تواصل كبير مع شركات الإنتاج الكبيرة. أعطيتنا شيء يفتح شيء. أشكرك على السؤال لأن في نقطة كانت غايبة عن بالنا. أول شيء زي ما قلت لك، إحنا نبغى نرفع من مستوى الإنتاج ونحقق أيضا ربحية للمستثمرين. هذه المرحلة الأولى. المرحلات الثانية أكيد إذا المستثمرين رأوا أن هذه التجربة ناجحة وقمنا فيها بالشكل الصحيح، فبدال 17 فيلم والثلاثة اللي الآن قاعدين نتفاوض فيهم، يعني نتكلم عن 20 فيلم في هذا الصندوق الأول، راح ندخل في 40 فيلم، في 50 فيلم، في أشياء كثيرة. وبالعكس إحنا نتمنى، أنا أتكلم على جية ترعى الإبداع، يذكر المصطلح هذا اخترعه الأخ عمرو أديب، وإحنا ماشيين يعني فعلا إحنا هو يصف الحالة بشكل صحيح، نرعى الإبداع أينما كان. تمام. الكرة الآن في ملعب بدوي يحصل على أعمال شباب بالعكس تكون ناجحة. أنا شفت شباب مصريين في الفترة الأخيرة حققوا نجاح كبير، نتمنى أنه يكون في أعمال لهم وشباب سعوديين أيضا يقدمون على هذا الصندوق ويحصلون على الفرصة. طيب